ولأول مرة اخترتهم من خلال مباراة الكلاسيكو بين الريان والسد، ايه من خلال 30 دقيقة فقط، وممكن أطلق عليها يعني تكريما لأكرم وإنجازه في حصوله على الأفضل في آسيا، جولة أكرم الأفضل. خلونا نشوف إذا حد عنده، مع أن في بعض اليوم التمريرات، بس لا بس معنا في بعض التمريرات اليوم في مباراتين اليوم يعني فرص حلوة وجمل تكتيكية جميلة، لكني أنا اخترتها من 30 دقيقة أمس. شكرا لك. نشوف احنا لك لاحظ ولا شيء الا الجمله التكتيكيه. عيل عبد الله جاهز بالطول وبعرض. انا احسنت يا ابو جاسم. الشيء الوحيد اللي شفته كلامه صح اللقطه الاخيره حقت الهدف مال اكرم عفيف، هذه جمله تكتيكيه بس. لكن شيء ثاني لا ما توفق. عندي نشره الاخبار بناخذها. انا اخطا اليوم لو سمحتوا تعطيني اللونج عبد الله جزاك الله خير. اللون باللون والله اخطا اللي لا يتفق ابدا مع عبد الله جاسم يرفع يده ابدا. لو خلنا نحكي احسن. ثلاثة أربعة انت سويت تصويت علي ستة. لو خلنا نحكي لا 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 يتكلم بعد خلاص الحين عقب خالد. انا رافع خالد عبد الاحدان خالد 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 رافع يده ابو الاحدان. انا خالد رافع يده والله قطعكم يا منافق. ما عليه ما لحظه 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 خالد جاسم انا رافع عن ابو الاحدان. لا 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 اتفق وياك. انا بعد رافع عن ابو الاحدان. ما يصير ما يصير انت اعطيته قاضي لو خلنا نحكي الحين. الحين انتم احيانا تطلبون لقطات غير مقنعه واحنا الحين يعني كلامك علي واحد الان يوم عبد الله تكلم يعني معنى كلامك معنى كلامك اذا يلعب الكلاسيكو. لا لا واحده الباقي ما يلعبون. لا لا واحده واحده وين واحده واحده اعطوني اياها قول لي وش بس. اسمعني اذا على المدرب لحظه. لا 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 بس اسمع لا خليني اكمل لك. لا لا انت اختزلت المرحله كلها الجوله كلها وين باقي الفرق ب 30 دقيقه وين باقي الفرق ما في احترام باقي الفرق.